صباح الخير عليكم، يوم جديد ويوم سعيد ووصفة فطار جديدة صحية برضو زي ما تعودنا ومشبعة جدا، ونقدر ان احنا برضو نقدمها. يعني الميزة في الفطار بتاعنا نقدر نقدمه للكبار وللصغيرين. هنقول النهاردة المقادير بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه. هنحتاج بطاطا، سمرة بطاطا واحدة لو هو فطار طبعا لحد واحد، او الاتنين يعني ممكن يزود تبقى اتنين بطاطا مشوية. طبعا احنا عارفين ان البطاطا غنية جدا بالالياف ومشبعة، وزي ما قلنا عشان احنا دلوقتي في جو برد جدا، فاحنا بنبقى عايزين فطار يقعدنا وقت طويل يقعد معانا في اليوم بتاعنا، تمام. فاحنا قلنا واحدة سمرة بطاطا مشوية، هنحتاج اتنين بيضة مسلوقة، وهنحتاج جبنة فيتا، ربع جبنة فيتا، ممكن نجيبها لايت او عادية، وهنحتاج افوكادو. طبعا لازم يكون مستوي شوية من جوه، عشان طبعا يعني لو هو جامد شوية طبعا بيبقى ني، واحنا عارفين ان هو غني بالأوميجا 3 وبيبقى كمان مليان دهون صحية. الفكرة في ايه؟ ان احنا لما بنعمل الوجبة دي احنا بنحاول ان احنا يعني نقلل استخدام العيش، فدايما يعني الكربوهيدرات هنا هنستخدمها هي البطاطا، تمام. فهنحط البطاطا بتاعتنا هي كأنها العيش بتاعنا، فأنا هنا هحطها كده في الطبق، هي حلقات كده ومشوية في الفرن، سهلة قوي. ممكن نشويها، ممكن نسلقها، بس طبعا طعم المشوية بيبقى أحلى، لأنه لما بنسلقها الفايدة بتاعتها بتضيع في السلق، في المية بتاعت السلق. فأنا كده يعني لما بأكلها مشوية بتديني طعم أحلى وبستفيد بكل الفيتامينز اللي فيها. هنحط بقى البطاطا بتاعتنا كده ونقدمها بشكل مبهج كده للأطفال. لازم نغير لهم في الوجبات لو هي للأطفال، طبعا لو احنا كبار احنا بناكل اي حاجة، بس برضو العين بتاكل قبل ما زي ما بيقولوا يعني، فلازم نقدمها بشكل حلو. هنحتاج بقى ان احنا نحط فوق البطاطا اللي هي هنعتبرها العيش بتاعنا، هنحط ايه؟ هنحط الجبنة، تمام. هنعملها كأنها يعني ساندويتش كده، هنحطها فوقها. يعني طبعا في ناس هتستغرب شوية لان البطاطا تعتبر حلوة، بس عادي يعني هي بتستخدم، يعني ممكن احنا نستخدمها عادي. تمام كده اهي، هنحط الجبنة الفيتا دي فوقيها. والوجبة دي على فكرة كمان ممكن تنفع للناس اللي بيتمرنوا، يعني بعد التمرين برضو البطاطا دي تبقى غنية بالالياف وبتدينا طاقة، فممكن للناس اللي هي بتتمرن نستخدم البطاطا دي، تمام، بعد التمرين يعني هتبقى مشبعة جدا. طيب هنحط ايه كمان؟ هنحط البيض بتاعنا، البيض المسلوق ده هنقطعه كده يعني ايه حلقات، تمام. ممكن ناخد الطبق ده اللي كان فيه البطاطا ونحط البيض، هنقطعه حلقات، تمام، وهنحطه فوق الجبنة اللي احنا حطيناها، تمام كده. يعني فطار مختلف، يعني كل يوم فطار مختلف، يعني في ناس اصلا بتزهق من التكرار. يعني احنا عارفين يعني ساعات بيبقى الفطار بتاعنا اللي هو الفول والطعميه والكلام ده كله، برضو الفول ده يعني مغذي جدا لان هو بروتين وكل حاجه، بس احنا يعني الفول والطعميه ده بنعمله ممكن يوم الجمعه بيبقى وجبه مغذيه. احنا كده ايه، حطينا اهو البيض فوق البطاطا نفسها، تمام. احنا عاملين كده اهو بروتين وكربوهيدرات وكالسيوم بالجبنة نفسها. نمسح بس دي كده، وهنحط بقى شرايح الأفوكادو، هنحطها برضو، دي مغذية جدا بقى، يعني غنية ودهون صحية برضو. ممكن نحطها كده والطبق كله مليان ألوان ومشبع ومخدش مننا يعني دقيقتين في التحضير. واحنا لما ناكل هنلاقي ولادنا بيجوا بياكلوا معانا، لما بيلاقوا الحاجه كده جديده بيحبوا يجربوها، هنفتح نفسهم يعني. وكله مليان يعني فوائد تحفه. وهنحط بس على البيض رشه من الملح ورشه من الفلفل، وكده الوصفه بتاعتنا خلصت النهارده. هتنزل دلوقتي وصفه الغداء على الشاشه، واشوفكم في حلقه جديده.